حيث تأسفت جماهير اتحاد بالعباس للوضعية التي يتواجد عليها فريق المكرة، مطالبين في ذات السياق السلطات المحلية بالتدخل لإنقاذ النادي. التصريحات نتابعها في ميكروفون مراسلنا من بالعباس محمد أمين حواش. كيب لا لولا عملي فات كانت عندنا كيب شابه، دينا لقب داجيري، دينا كاس سوبر، كنا غايه، ساعه دروك والو. خاصنا بريزيدون، خاصنا بريزيدون، اداره بريزيدون لسامبيا مليحه. هذه هي. اداره هذه تاع لسامبيا اللي راكم تهضروا عليها، حتى واحد ما راه في بلاصتها من بكري كيما هكا، من 91 وروح. كاع. حنا ما كان حتى واحد في بلاصتها. بور لو مومون، الاداره اللي راها الحاليه اللي اختروح كاع. نبدو دم جديد كاع. صفحه جديده خويا. خاطر بايكيب. دايره سوبر كوب ودايره لا كوب شتوها كاع، ما كانش لي دعم ما كانش لي فيرس. والزوال الى هذا لا حقه، يا هذا لا حقه، ولا دار انغراف، يدير انغراف خويا، على خاطر علاه لا حق. هادي بالعباس خويا، كاع الناس تبغي ليكيب تاعها، ما كانش لي ما بغيش ليكيب. هاد بالعباس فريق عنده تاريخ كبير، اللي حنا نوقفوا معاه، ماشي غير كان دي موفي ريزولتا يا صاي نسمحوا فيه، نوقفوا مع الفريق تاعنا حتى الله ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله الاتحاد بالعباس يولي كما كان. والرجال اللي راهم قائمين به ثاني يقوموا بالدور تاعهم امام الله، هذه امانه يصفوا الامانه.